في ذكرى ما تسميه إسرائيل بخراب الهيكل المزعوم، اقتحم زهاء 800 مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، وقد أدوا طقوسا تلمودية وصلوات في استفزاز صارخ لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين حول العالم. قوات الاحتلال أمنت الحماية للمجموعات الضالة في حين عززت من تواجدها في المدينة التي بدت أشبه بثكنة عسكرية لتأمين القادمين من خلف البحار. هذا مما يؤكد أنهم لا يريدون العيش بوئام وسلام مع المسلمين ولا الفلسطينيين بشكل عام، وبالتالي هذا انتهاك جسيم للمسجد الأقصى. وهذه الأعداد ازدادت في الآونة الأخيرة نتيجة السياسة البطشية التي تستخدمها سلطات الاحتلال، ولا يوجد رادع دولي على المستوى الدولي بالنسبة لهم. قوات الاحتلال التي تفرض عربدتها بمدينة القدس في وضح النهار لم توقف مسلسل اعتقالاتها الليلي الذي تمخض عنه اعتقال 19 فلسطيني بعد مداهمة منازلهم التي قلبها جنود الاحتلال رأسا على عقب. إسرائيل تشن حرب على الشعب الفلسطيني، تستهدف استنزاف طاقة الشعب الفلسطيني، طاقة بالمعنى المعنوي المادي الحياتي للأفراد وللأسرة ثم المجتمع الفلسطيني. بالتالي الاعتقالات يعني ليس المبرر فقط مبرر أمني، تشهد أحيانا فلسطين فترات فيها هدوء شبه تام، ولكن عمليات الاعتقال لا تتوقف. بيد أن تل أبيب ترمي من وراء اعتقالاتها إلى كبح جماح النضال الفلسطيني عبر إلصاق التهم بالفلسطينيين تحت حجج وذرائع واهية. لا تخفي إسرائيل نواياها المبيتة للفلسطينيين، ويبدو ذلك جليا من خلال أعمالها على الأرض، ما يبقي السلام مجرد وهم لا يراود الحقيقة، في حين تبقى الجهود الدولية تراوح مكانها. فالح نصير فالح، تلفزيون دولة الكويت، الأراضي الفلسطينية المحتلة.